السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقاعدنا الويندوز 10 أيضا نظيفة، فإذا هذا نجيبه هنا بالنص حتى يختفي خلف الكواليس. نجي هنا نقول ويندوز 10 ستارت، شغل ويندوز 10. طبعا الحاسبة مالتي تحتوي على 8 جيجا رام، انطيت للويندوز سيرفر 2 جيجا رام، يا حرام خطية زين، والكور انطيت له 1 جيجا، والويندوز 10 هم 1 جيجا حقيقة حتى يصير بالاخير 4 جيجا، يعني حتى اقدر انه ايضا اشتغل على الحاسبه الحقيقيه، هم لان كلها فيرتشوال. فتصور شوي راح يتاخر، لا اتس رانينج تمام، ويندوز 10 دا يشتغل حلو زين. لحد ما الويندوز 10 يشتغل خلونا نشوف هنا، نتاكد من الدي ان اس اند ريفرش فيل، دا اتس اوكي ما عندك مشكله هنا. بس هنا عندك شنو تولز الدي ان اس، هنا خلي يشتغل. طبعا اذا تريد تشوف الداشبورد فانت تضغط هنا تشوف الداشبورد، يعني هذا الواجهة اذا تبحث عنها زين. هذا هو الدي ان اس مالتنا اللي هو السيرفر 2019. هنا أنا لما نفتحها نضغط على الفورورد اوكي، و هذا اي كيو، لاحظت شلون اسمه اي كيو دوت نيتوركس دوت كوم، اللي هو هنا الاي بي مالته 192.168.10.10. لاحظ هذا 10.12، هذا 10.10، والاي بي مالته شنو ستاتيك. يبقى شغله هنا لو نجي على اللوكال سيرفر اللي هو هذا السيرفر مالتنا، السيرفر الاساسي اللي هو ويندوز سيرفر 2019، اند هنا راح يقرا لنا مجموعه بارامترز لازم اوكي. اند شنو المعلومات اللي راح تظهر لنا هنا؟ لاحظ هنا السيرفر والتوتال، لاحظ هنا ظهر لي ايثرنت اوكي، هذا اضغط عليه هنا 192.168.10 اوكي. اذا قلت له عندي ياخذ وقت لاحظ راح يفتح لي، لما اضغط على كليك راح يفتح لي واجهة النيتورك اللي هو هذا ايثرنت. لاحظ هنا رايت كليك بروبرتيز، اريد اتاكد من شغله انه الاي بي فيرجن 4 الدي ان اس مالته نحولها الى 127.001، لانه لازم يكون هو نفسه اوكي، ما يصير ننطي له دي ان اس اخر. لاحظ هنا هذا كلش مهم، بريفير دي ان اس سيرفر لازم يكون 127.001، لان مو هو يعتمد على احد، هم الكمبيوترات لازم تعتمد عليه. بلس الاي بي مالته 10.10. لهنا انا ما عندي اي مشكله. طيب هذا كله تمام، يبقى عندي شنو هنا؟ اذا كل شيء تمام مفروض اتجه للويندوز 10 او ويندوز 10. هنا نجي input keyboard and control alt delete، راح يطلب من عندي الباسورد، وهنا لازم نكتب الباسورد، نكتب ال I think الباسورد مالته هالشكل كان، بس محمد يمكن كان الباسورد مالته. yes yes I still remember. طيب اعمل رايت كليك، display setting، حتى بس يحجم لي الشاشة، نختار 125 يمكن كنا مختارين هيك شي، or maybe 125 yes. revert ما اعذروني الشباب، هذا صح ياخذ وقت بس، لكن هذا على مودكم حتى الكتابات تكون واضحة. and هنا لاحظ الكتابات المفروض 125 زين. شنو اللي نحتاجه هنا الان؟ بهاي الدرس راح نتعلم كيف نربط الحاسبات بالسيرفر مالتنا. جميل، طبعا احنا نعرف ان عندنا النيتورك اوكي، اند رايت كليك
نقول له open network and internet settings حتى نغير الـ IP مالته. إذا أول خطوة راح نغير الـ IP، ننطي له static IP حتى نقدر نضيفه بهذا السيرفر مالتنا. عند هنا نذهب للإيثرنت، من الإيثرنت change adapter option أو options. طيب هذا هو الاي بي، هنا الايثرنت. نجي نقول رايت كليك اند بروبرتيز، نجي على اي بي فيرجن 4 ونكتب الاي بي مالته. تمام، نختار يوز ذا فولوينج اي بي ادريس. هنغلق هذا، نغلق هذا، عفوا اكو شغله، نغلق الايثرنت، البقي هذا موجود، اوكي مالت النيتورك سيتنج. اريد اغير ايضا بالحجم السايز مالت الكتابه لان احسها صغيره بالنسبه لكم. حلو 150، تعال هنا اقول رايت كليك اند بروبرتيز اي بي فيرجن 4 دبل كليك. لاحظ هنا الاي بيات ايش راح تكون؟ راح تكون 192.168.10 لانه لازم يكون مثل هذا اتابع للسيرفر. الكور انطيناه 12، هذا بكيفك، ممكن تنطيه 10 12 14 هالشكل. السب نت بس تجي تعمل كليك هو ينزله 255 255 255 0. حلو، جيت واي لا تخلي، لكن DNS، DNS منو؟ الاي بي مالت السيرفر الرئيسي اللي هو ويندوز سيرفر 2019 جي واي. هذا شنو؟ 192.168.10.10. تمام، هذا settings. اضغط OK، اضغط هنا OK and اتأكد انه النيتورك مالت الويندوز right click network settings يكون شنو؟ local host only، عفوا يكون host only. تمام، بهذه الصيغة لازم يكون ثلاثتهم، الكور والويندوز سيرفر والويندوز 10 ثلاثتهم. خلينا نجي نتأكد إذا عدنا اتصال مع السيرفر، كيف نتأكد هذا الشيء؟ هذا أغلقه، تعال هنا اكتب cmd بالسيرش or maybe هنا بالستارت شغل السي ام دي. طيب سي ام دي الفونت مالته ايضا نكمل، نقول بروبرتيز اند الفونت ايضا منها تقدر تغيره، مثلا 28 يكبر لك الفونت مالته. خلينا نجي نتاكد، اذا قلنا بينج 192.168.10.10 مفروض انه ينطيني ريبلاي. حلو 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 هوايا حلو، شقد حلو والله. لاحظ صار عندك كل شيء تمام، ما دام انطاك ريبلاي معناته كل شيء في تحت السيطرة، كل شيء تحت السيطرة. اوكي هذا ليش وقف هنا؟ تمام، كله تمام، كله تمام. طبعا نحتاج انه نغير اسم الكمبيوتر، لا ننسى. اذا جينا على السيرش مرت الاخ وكتبنا بي سي، طيب ظهر عندنا بي سي، عندنا شيء اسمه or maybe I think مو بي سي، ديفايس ديفايس or no sorry سيستم. تمام، هنا عندي كنترول بانل يظهر، اوكي كنترول بانل، هذا نزله ما احتاجه بعد. كنترول بانل، بالكنترول بانل راح اروح لي ال نا سكيورتي سيستم اند اريد اروح للسيستم، خلي اقول له اول ايتمز لارج،
all items هذا system. أذهب للسيستم اللي هو راح يطلع لي device manager وخلافه. أنا عندي شنو change settings. حلو، بال change settings بال computer name أكو هنا شيء اسمه change، هذا راح يساعدك إنه تغير اسم الكمبيوتر مالتك، وأيضا تقدر تضيفه على domain. فش أقول له هنا؟ أنطي له اسم معين بكيفك أنت، مثلا هنا نقدر نسميه هو اسمه desktop، راح أسميه Windows 10. Win 10 ديسكتوب مثلا، Win 10 ديسكتوب، دلالة على Windows 10 وديسكتوب. ما يصير يبقى بالورك جروب، نجي نضغط على الدومين، والدومين شنو هو؟ iq.networks.com. الو اسم السيرفر نربطه بيها، اضغط اوكي. مفروض انه يسألنا على اليوزر نيم والباسورد مال السيرفر. يلا 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 يلا، حلو. هنا نجي نكتب administrator حتى لا نخطأ بالكتابة. نجي على الباسورد، اكتب الباسورد واقول له اوكي اند انتظره. مفروض يجي لك رسالة ترحيب ويقول لك شكرا جزيلا عزيزا جميلا. يلا يلا لا تخجلنا لا تخجلنا، الله اكبر. ويلكم تو iqnetwork.com domain. هلا والله هلا والله حبيب قلبي انت. نجي نقول له اوكي. نا يقول لي change the primary DNS of this computer, fail, the name will remain. اللي يريد من عندنا ريستارت اول شيء. حلو ماشي ماشي، يقول لازم نعمل ريستارت وهوسه وهاي حبش تكلات. لاحظ يطلب من عندي ريستارت ناو، ريستارت ناو راح يغير. المهم ضافه، لاحظ هنا انا يطلع لي win10desktop.iq.networks.com. حلو كله تمام. طبعا راح يشتغل عندنا الويندوز 10 بعد ما عمل ريستارت. انتظره اوكي. انا اللوكال سيرفر مالتنا مثل ما قلنا هو iq.networks.com iq.networks.com. طيب حتى ادخل للحاسبة شو احتاج؟ طبعا هنا يسألني Windows 10 او other users. other user اختار other user لان انا لازم ادخل على الدومين. تمام هنا شوف sign into IQ الدومين اللي تريده انت. فش اقول له؟ networks هذا هو اسمه networks، هو مو iq.networks.com، انت تكتب networks networks/ نضغط administrator بهذه الصيغة، وتكتب الباسورد ايضا وتذهب الى الجحيم. مفروض انه يعملنا لوجن اند شو المشكل؟ ساين ان سوري iq.networks.com iq.networks.com/administrator and الباسورد ونقول له login. ترى انتظر انتظر ترى لحظة خالي اول شي نتأكد انه عمل login ولا لا، بس انا متوقع متفائل انه هو عمل login. طيب خليني نشوف للطرف السيرفر وبعد ده يعمل لوجن هنا. بطرف السيرفر المفروض من اجي هنا الى المانج اند هنا تولز عفوا الى شيء اسمه اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. حلو هذا يوزرز اند كمبيوترز،
إذا جيت قلت له كليك اوكي، يعني هذا هو النيتورك مالتي اللي هو iq.networks.com. كمبيوترز اذا اجي لاحظ مبروك اول كمبيوتر ضفته للسيرفر مالتك تاتاتان يحتاج اهل هيل مبروك الويندوز تم 10 تم اضافته لل سيرفر مالتك. طبعا تقدر تعمل دبل كليك وتشوف البروبرتيز الخصائص مالتك. لاحظ هنا ويندوز 10 ديسكتوب اوكي، هذا الدي ان اس نيم مالته اند دي سي تايب، هنا الاوبريتنج سيستم لاحظ يقول لك انه ويندوز 10 برو وهذا الفيرجن. هنا عندك ممبر اوف، لاحظ هو ممبر اوف هذا النيتورك تمام. لاحظ ياخذ شويه مينتس لان اول مره دا يدخل للدومين. هنا عندك الديليجيت، هاي بعدين ندخل لموضوعها. مانجد باي، هنا أنا ممكن نضيف بعض الخصائص لها، هاي هم بعد وقت انه احنا نتعرف عليه. اوكي هنا الديل ان هذا اكسسنج بالنسبه للنيتورك، هذا هم ايضا لا خلينا نقول مكان خاص، مكان خاص نشرح عنه. نايس حلو. طيب لو اجي على الدي ان اس اشوفه، خلي اجي على التولز اند دي ان اس، المفروض اذا جيت على السيرفر اند نتورك تران تان 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 وين 10 ديسكتوب 193 10 14 الف 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 مبروك عليك تم اضافتها. شوف هذا ضفناه الساعة 7، هذا ضفناه الساعة 8، الآن أنت في النيتورك، أهلا وسهلا بك ومرحبا بكم. حلو، إذا وصلنا لهاي الخطوة خلصنا، يبقى علينا شنو؟ ننتقل للدرس القادم. لهنا نقول لكم شنو؟ مع السلامة.